أعظم أسباب ذلك، من أعظم أسباب ذلك وأجله، الحيود عن كتاب الله وسنة رسول الله كما تقدم ذلك مرارا. فالحيود عن أوامر الله وعن كتابه وعن سنة رسوله، والعصيان والتمرد على أوامر الله ورسوله سبب للبلاء، بل لأعظم البلاء التمرد على أوامر الله وأوامر رسوله وعدم الاكتراث بها. أنت نفسك يا عبد الله لو عندك عبد أو خادم وتأمره بأمر ويعصيك، وأنا وأنت بشر نطرده من العمل إذا تكرر منه العصيان، أنت تقول له مثلا حافظ على الأمانة، إذا به يخون الأمانة مرة واثنين وعشر، خائن خائن خائن، لا تنظر إلى زوجتي ينظر إلى زوجتك، لا تدخل بيتي بغير إذني يدخل بغير إذنك، أنت نفسك ستفصله من عمله. وربنا حليم بنا، نعصي ربنا ويرحمنا سبحانه وتعالى ونعصي والأرزاق تضر، لكن ربنا شديد العقاب أيضا، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالناظر يرى أن الناس إلا من رحم الله تمردوا على أوامر الله، لم يقيموها واجتنبوا ما نهاهم الله عنه، اجتنبوا ما نهاهم الله عنه. فهذه أولى الأسباب، أننا عصينا خالقنا، عصينا الملك الأكبر الكبير الأكبر هو الله، لم نعصي رئيس جمهورية ولا ملك بالأصالة ولا إنما عصينا ملك الملوك سبحانه وتعالى، عصينا ملك الملوك الكبير الأكبر الذي يدبر لنا الأرزاق من السماء إلى الأرض، عصيناه وعارضنا أمره وخالفناه فجاء البلاء سريعا. والنظر إلى الكتاب المنزل من عنده يظهر له تماما كيف نزلت العقوبات بالذين من قبلنا بسبب هذا الأمر، لسنا فقط، كانوا في ساعة أغنى منا بكثير،